هنتكلم إن شاء الله على الـ continuity of a function at a point. الاسم بتاعنا هيتكلم على الـ continuity of a function at a point، تمام، و at interval، تمام، وإزاي هو نعمل إيه؟ مستر ده application ولا pure؟ لا مش application، آخر الاسم عندنا اوكي، في الـ الليمت إيه؟ مش ده كان unit limit؟ كان ده ايه؟ في الليمت. ايوه، ما هو اخر لسن في ايوه الليمت، هو ما هو ده اخر لسن في الليمت، تمام. تمام. اوكي، بسم الله. ايه بقى موضوع بقى الكونتينيتي دوت، اللي هو ايه؟ اللي هو الاتصال. بص يا شباب، هو احنا كنا بنقول امتى يا شباب الفانكشن يكون لها ليمت؟ لو انا عندي فانكشن زي كده، كان بيكون امتى يكون ليها ليميت الاف اوف اكس؟ كنت لما كنت بجيب الاف اوف اكس بوزيتيف كانت تطلع اف اوف اكس ايه؟ نيجاتيف. يعني ايه بوزيتيف؟ اللي هي فروم ذا رايت، الاف اللي هي في ناحيه الرايت تطلع زي الاف اللي هي في ناحيه ايه؟ فروم ذا ليفت. كان يبقى ليها ايه يا مستر؟ كان بيبقى ليها ليميت، كان بيبقى ليها ليميت، تمام يا مستر. طب يا مستر دلوقتي امتى بقى يكون continuous؟ continuous يعني ايه يا مستر؟ يعني متصله، تمام. يعني ايه متصله يا مستر؟ دلوقتي هنعرف دلوقتي. بص يا حبيبي، لو انا عندي رسم زي كده، هل عند الايه يا مستر ليميت، هل اقدر اجيب ليميت x tends to 1 f of x؟ كنت بعمل ايه يا شباب؟ كنت عشان اجيب الليميت بتاعت الفانكشن دي كنت بعمل ايه؟ كنت باجي عند ال1 في الرسمه كده وبعمل ايه؟ فيرتيكال لاين. اوكي، فيرتيكال لاين كده، وبشوف من ناحيه الرايت، لما اجي بقرب من ناحيه الرايت والمس في الرسمه والمس في اللاين ده، وتطلع بكام؟ 2. ولما اجيب اف اوف 1 نيجاتيف، يعني من ناحيه الليفت كده، واول ما المس الرسمه، اول ما المس الرسمه هتطلع بكام الواي؟ ب2. يعني ايه يا مستر؟ يعني الفانكشن فروم ذا رايت ايكوال الفانكشن فروم ذا ليفت ايكوال كام؟ ايكوال 2. يبقى ليها ليميت والفاليو بتاعتها بكام؟ ليها 2. اوكي؟ تمام. اوكي يا شباب؟ اوكي يا مستر، يبقى كده يا مستر اف اوف 1 بوزيتيف ايكوال اف اوف 1 نيجاتيف، يبقى هي كده لها ليميت. ايه بقى موضوع الكونتيونيتي دوت يا مستر؟ يعني الاتصال. كونتيونيتي يعني الاتصال، يعني هي متصله. هل انتوا شايفين الرسمه دي كلها متصله؟ كلها متصله؟ هل الرسمه دي كونتينيوس معايا؟ كونتينيوس مستمره معايا؟ ولا عند البوينت اللي هو 1 ده في اوبن، مفتوحه؟ مفتوحه هنا يا مستر، في اوبن دوت او في دوت اوبن. يا مستر ده كده ملهاش فاليو هنا يا مستر، ملهاش فاليو. يعني ايه ملهاش فاليو؟ يعني لو جبت اف اوف 1 تطلع الاف اوف 1 بكام هنا؟ الاف اوف 1 هنا ليها فاليو عند الاكس ب1، ليها فاليو عند فاين. ايه ده يا مستر؟ يعني يا مستر دلوقتي انت قصدك ان انا بقول الفانكشن نوت كونتينيوس، مش متصله يا مستر، مش متصله، لما يكون ايه يا مستر؟ لما يكون اف اوف 1 بوزيتيف ايكوال اف اوف 1 نيجاتيف نوت ايكوال اف اوف 1. يعني لازم يا مستر عشان تكون الفانكشن عندي كونتينيوس، تمام، لازم يكون عندي ايه؟ لازم يكون عندي الاف اوف 1 فروم ذا رايت ايكوال الاف اوف 1 فروم ذا ليفت ايكوال الاف اوف 1. يبقى لو لقيت يا مستر عند البوينت دي، لو لقيت عندها ال1، ولازم يكون كلهم نفس الفاليو، كلهم نفس الفاليو، يعني انا اف اوف 1 بوزيتيف طلع ب2، اف 1 نيجاتيف طلع ب2، طب امتى يا مستر اللي عند الاف اوف 1 دي هتطلع كونتينيوس؟ لو كانت ايه يا شباب؟ لو الاف اوف 1 الفاليو بتاعتها بكام؟ ب2. يعني ايه يا مستر؟ يعني البوينت دي مالها؟ بدل ما هي اوبن دوت هتبقى كلوز دوت، مش كده؟ اف اوف 1 ب2 برضه؟ يبقى كده يا مستر
الفانكشن دي مالها يا مستر؟ كونتينيوس. الفانكشن دي كونتينيوس، واضح يا شباب؟ يبقى الفانكشن اللي معلش بس عندي دي ممكن بقى تعيد تاني؟ الفانكشن اللي عندي دي امتى تكون الفانكشن كونتينيوس يا يوسف؟ بص يا حبيبي، لما يكون الاف اوف 1 بوزيتيف ايكوال اف اوف 1 نيجاتيف ايكوال اف اوف 1. هنا الاف اوف 1 هنا بكام اصلا يا يوسف؟ عند الاكس 1 ليها فاليو في الواي، الواي ليها فاليو؟ لا. تمام. طب اف اوف 1 بوزيتيف قلنا ناحيه البوزيتيف اهو، اه طلعت بكام؟ طلعت ب2. ناحيه النيجاتيف طلعت برضو ب2. يبقى اف اوف 1 بوزيتيف هي اف اوف 1 نيجاتيف، هما الاثنين ب2 بس نوت ايكوال اف اوف 1. يبقى بالتالي الفانكشن دي نوت كونتينيوس. امتى تكون كونتينيوس؟ لو كلهم بيساووا بعض. يعني ايه كلهم بيساووا بعض؟ جه عند البوينت دي وقفلها، قفلها كده. يعني ايه قفلها يا مستر؟ يعني الاف اوف 1 هنا بكام دلوقتي؟ الفاليو بتاعتها بكام؟ بتو ب2. يعني اف اوف 1 بوزيتيف ايكوال اف اوف 1 نيجاتيف ايكوال اف اوف 1. فبالتالي الفانكشن دي هتبقى كونتينيوس. اوكي واضح واضح. اهو هنا يا مستر رسمه تاني. هل الفانكشن دي كونتينيوس؟ هنا يا مستر عند الزيرو اهو، عند الزيرو الرسمه دي اهو، اهو ادي جايب لي الفانكشن اهو. الرسمه اللي عندي اهو يقول لي اف اوف اكس بنيجاتيف 1 لما الاكس اقل من الزيرو اهو، هنا دي بنيجاتيف 1. لو انا جبت اهو هنا من الشرط دوت، فين الاف اوف 0 بوزيتيف اللي هو فين؟ اللي هو بكام؟ في دي. الزيرو بوزيتيف اللي هو ايه؟ اللي هي فوق الأول واحدة، هي الزيرو بوزيتيف يعني ايه؟ الزيرو بوزيتيف يعني ايه بوزيتيف؟ اللي ايه؟ بوزيتيف يعني ناحية الرايت اللي هي اللي أكبر من الزيرو. اللي أكبر من الزيرو فين؟ تحت اللي تحت اللي هي بوان. والإف أوف زيرو نيجاتيف اللي هي بقى اللي فوق اللي هي اقل من الزيرو اهو، مش الاكس هنا اقل من الزيرو، الفاليو اللي اقل من الزيرو اهو. طب الفاليو اللي اقل من الزيرو اللي هي بكام؟ بنيجاتيف 1. هل اف اوف 0 بوزيتيف ايكوال اف اوف 0 نيجاتيف؟ ايوه طب دول ايكوال بعض، واحده 1 واحده نيجاتيف 1، دول ايكوال؟ لا لا. لا يبقى بالتالي دي كونتينيوس. كونتينيوس يعني ايه؟ يعني مستمره كده يا حبيبي، كده كده مستمره، مستمره كده كده. هل دي كده؟ لا. اما مستر في عندي ايه يا مستر؟ ده في عندي حاجه اسمها، بص يا حبيبي الرسمه حصل لها ايه؟ الرسمه حصل لها مشيت كده ومشيت كده يا حبيبي. تمام؟ يعني البارت دوت اسمه ايه ده؟ اسمه ايه البارت ده؟ اسمه جامب. يعني ايه جامب؟ يعني قفزه. يبقى يا مستر لو الرسمه فيها جامب او فيها يا مستر اوبن دوت يبقى على طول هتبقى نوت كونتينيوس. اوكي؟ واضح؟ هنا اهو الرسمه دي يا مستر. بص يا مستر هتقولي اف اوف 1، اف اوف 1 بوزيتيف هتطلع بكام؟ اف اوف 1 يعني هاجي عند ال 1 وبعمل لاين كده اهو، بعمل كده اهو، لمست الايه اللاين اهو، يبقى عندي ب1. اف اوف 1 نيجاتيف هتطلع بكام؟ وين برضه بوان بار اهو، اه اللاين عند الوان اهو. باجي من ناحيه النيجاتيف لمست الوان فين؟ لمست قصدي اللاين ده فين؟ عند الوان برضو يا مستر اهو. حلوه قوي. هتقولي اف اوف 1 بقى نفسها بتو ب2 يا مستر. هل اف اوف 1 نيجاتيف ايكوال اف 1 بوزيتيف ايكوال اف اوف 1؟ لا لا يا مستر. يبقى الفانكشن دي برضو نوت ايه؟ نوت كونتينيوس. اوكي نوت كونتينيوس. طب يا مستر لو هنا يا حبيبي عايز اجيبها من هنا يا مستر من الجبريكال، يعني مش هجيب لك كل مره من الرسم، شغلي كله هيبقى الجبريكال. طب اجيبها ازاي يا حبيبي؟ هجيب اف اوف 1 بوزيتيف واف اوف 1 نيجاتيف واجيب اف اوف 1. اوكي اف اوف 1 بوزيتيف يعني ايه يا حبيبي؟ يعني الاكبر من ال 1، اللي اكبر من ال 1 اهو اللي هي ايه؟ الاكس دي. لما يا مستر عندي اشيل اكس واحط مكانها 1، اف اوف 1 نيجاتيف يعني اللي اقل من ال 1، يبقى 2 ماينس 1 سكوير.
2 ماينس 1 سكوير يعني 2 ماينس 1 1 اف اوف 1 اللي هي عندي ال 1 بكام؟ ب 2. ايه ده؟ ده اف اوف 1 بوزيتيف ايكوال اف اوف 1 نيجاتيف بس نوت ايكوال اف اوف 1، فبالتالي الفانكشن دي نوت كونتينيوس. اوكي؟ يعني سواء الجبريكالي او جرافيكالي هحل، انا الشغل كله هيبقى ايه؟ انا ده بس الرسم ده عشان ايضاح، بعد كده الشغل كله هيبقى الجبريكالي. هنا الرسمه دي يا شباب اهو عند ال1 برضه، هل كونتينيوس ولا لا؟ هنا يا مستر لو احل الجبريكالي اهو هتجيب لي ايه يا مستر؟ اول حاجه اف اوف 1 بوزيتيف واف اوف 1 نيجاتيف واف اوف 1 واف اوف 1 بوزيتيف، اخد اي واحده فيهم في الالجبريكالي؟ اللي فوق ولا اللي تحت؟ اللي فوق عشان اكبر من اللي 1. فوق، يبقى شيل كل اكس وحط مكانها 1، 1 بلس 1 2 اف اوف 1 نيجاتيف اللي تحت اهو اللي تحت بتبقى 2 برضه، 3 ماينس 1 2، واف اوف 1 بقى اللي فين بقى؟ اللي هي فوق عشان equal 1 ايوه مكتوب الله equal. ينور عليك، عشان الكونديشن ده فيه ايكوال اهو، الكونديشن ده فيه ايكوال، يبقى هو ده اللي فيه اف اوف 1، يبقى برضه 1 بلس 1 برضه 2 2. ايه ده؟ ده يبقى اف اوف 1 continuous. بوزيتيف ايكوال اف 1 نيجاتيف ايكوال اف 1، يبقى دي كونتينيوس. اوكي؟ هنا يا شباب من الرسم اهو، لو جيت عملت عند ال 1 ناحيه الرايت طلعت بكام؟ ب 2، ناحيه الليفت طلعت بكام؟ طلعت ب 2. طب عند ال 1 نفسها بكام برضه؟ برضه ليها بتو فاليو 2. ليه يا مستر؟ ولا فيها جامب ولا فيها اوبن دوت ولا فيها قفزه ولا فيها فتحه. اوكي؟ ولا هي يا مستر فيها اوبن دوت ولا فيها جامب. اوكي؟ يبقى بالتالي ايه يا مستر؟ جامب دي. يبقى بالتالي دي ايه يا مستر؟ دي يعتبر بالنسبه لي كونتينيوس. واضح؟ يقول لي اعمل يا مستر، اعمل ديسكاس للكونتينيوتي اوف ذا فانكشن، كل واحد يجاوب واحده اهو. يلا بص 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 يا شباب، بص المساله دي برضو عشان ايه، قبل ما نبدا دي اديكم بطريقه ثانيه. لو جايب لي مثلا حاجه زي كده، بص هو قايل لي بدل ات اكس ايكوال 2 بص ايه الفرق بين دي ودي ودي؟ كده يا شباب الاكس ايكوال 3 ينفع اعوض في اللي فوق ولا اللي تحت ولا في واحده منهم؟ ما هو ايه اللي تو كونديشنال، فانا بشتغل عليكم. الاكس ايكوال هيحقق لاي كونديشن من دول؟ الأولى. طب يا مستر الأولى دي يا مستر، الأولى دي يا مستر، دي بولينوميال فانكشن، أي بولينوميال تقابلوها كونتينيوس، يبقى أي بولينوميال قابلها هتبقى إيه؟ كونتينيوس. أوكي يا مستر، أوكي يا مستر، خلاص تمام. طالما هي إيه يا مستر؟ على طول ما فيش شروط عندي، خلاص هي كونتينيوس على طول. ليه كونتينيوس يا مستر؟ لأن موجودة في الدومين، موجودة في الدومين بتاع ده. أه الإكس أكبر من 2، الإكس أكبر من 2 اللي هي من كام؟ اللي هي من 2. فيا مستر ال 3 موجوده في الدومين ده، موجوده في الدومين ده، اه يا مستر يبقى خلاص كونتينيوس، يبقى خلاص كونتينيوس. كونتينيوس ليه يا مستر؟ يا حبيبي لو انت جيت عند ال 3، لو انت راسم الرسمه، راسم الرسمه مثلا بتاعت الكار بتاعت اللاين ده، بص يا حبيبي عشان تفهم برضو، يبقى كلامنا برضو ايه؟ مفهوم، مش كلام وخلاص. انا الرسمه دي لو هاجي ارسمها، ارسمها من كام لكام؟ من 2 لغايه بوزيتيف انفينيتي. عند 2 يا شباب حط الاكس ب 2، 2 ملتبلاي 2 ايكوال 4 4 بلس 3 7، يعني عند 2 هطلع لل 7 مثلا 7 هنا. حط هنا الاكس ب 3 تمام، بس 2 اوبن طبعا. اوكي حط الاكس ب 3، 2 ملتبلاي 3، 2 ملتبلاي 3 ايكوال 6، 6 بلس 3 ايكوال 9، يبقى عند 3 طلع عند 9 اند سو اون بقى. بعد كده مكمل ده لاين يا شباب، ده لاين. ليه يا مستر لاين يا حبيبي؟ ليه لاين؟ عشان حبيبي دوت ايكويجن فروم ذا فيرست ديجري. طب يعني ايه يا مستر ات 3؟ يعني يا حبيبي تعالى عندي 3 واعمل ايه؟ واعمل فيرتيكال لاين.
ناحية الرايت يا حبيبي، ناحية الرايت هتطلع بكام؟ تطلع بالماي. ناحية الليفت يا حبيبي تطلع بكام؟ برضه هتطلع بالماي. طب يا مستر عندي 3 يا مستر، عندي 3 يا حبيبي هتطلع 2 ملتبلاي 3 ب 6، 6 بلس 3 برضه هتطلع بالماي. يبقى يا مستر لو انا عندي بولينوميال فانكشن يبقى على طول هتبقى كونتينيوس، على طول هتبقى كونتينيوس. والفاليو بتاعتها بجيبها ازاي؟ بجيبها عن طريق الدايركت سبستيتيوت، تعويض مباشر. اوكي واضح؟ تمام. طب هنا اهو نفس الكلام عند الوان، الوان يبقى اشتغل في اي واحده؟ هشتغل في اللي اقل من الوان. اه كونتينيوس دي اه كونتينيوس، والفاليو بتاعتها بكام؟ 5 ملتبلاي 1 ب 5، 5 ماينس 3 ب 2، يبقى الفاليو بتاعتها ب 2 وكونتينيوس يا مستر. هنا يا مستر بقى عندي التو، يبقى لازم اجيب طالما التو موجوده هنا بقى في الكونديشن ده. من اول ما ابص عليها يا شباب، من اول ما ابص عليها، هل الفانكشن دي ينفع تبقى كونتينيوس؟ لا، عشان ما فيش equal عشان ما فيش ايه؟ equal to، صح؟ ما فيش ايكوال، ما فيش في الشرط ايكوال، ما فيش تو اصلا، ما فيش تو اصلا. موجوده فين؟ موجوده يا مستر في الدومين. ما الدومين، ما انا شغلي كله، شغلي كله في كل النمبر اكسبت التو. اهو الدومين اهو بيقول لي اهو انت شغال من الاكبر من التو، يعني من تو الانفينيتي، وشغال من ايه يا مستر؟ من نيجاتيف انفينيتي لغايه تو، ده اللي انت شغال فيه. يعني مش شغال فين يا مستر؟ كل مش شغال في التو، مش شغال في التو، انا مش شغال في التو. يبقى طالما مفيش تو يبقى يا مستر ايه؟ يبقى نوت كونتينيوس، نوت كونتينيوس. واضح؟ تمام. تمام. اوكي شباب. طب يا مستر لو هاجي احل، اجي احل اقول لك اف اوف 2 from the right، هيبقى ايه هنا؟ 2 multiply 2 4، 4 plus 3 7، f of 2 from the left 5 multiply 2 equal 10، 10 minus 3 equal 7. بس طيب يا مستر لو قال لي يا مستر تقدر تخليها continuous، تقدر تخلي اه قال اقدر احط equal هنا او هنا، فوق او تحت براحتك. بس لو قال لي اعمل لها redefinition، عيد تعريفها، redefinition عيد تعريفها، اعمل ايه؟ احط equal فوق او احط equal تحت؟ واضح؟ يبقى الفانكشن از انديفايند ات اكس ايكوال 2. تمام، يعني اف اوف 2 دازنت اكزيست، يبقى ديسكونتينيوس. الله اكبر الله اكبر. اه حلو، دي دقيقه واحده بس والاذان يخلص ونبدا نكمل. ماشي يا متى يا شباب.
هنعمل ايه؟ معايا يا شباب سامعني؟ صوت راح وكل حاجة راحت. ايوه يا مستر، مين يتكلم يعني، مين يجاوب؟ ماشي هقول اهو. يبقى نجيب ايه؟ F of 3 positive و F of 3 و F of 3 negative و F of 3 F of 3 positive بكام؟ أعوض في أي واحدة؟ اللي في فوق الفوق أكبر من 3 تمام؟ يبقى 3 5 multiply 3 15 minus 9 6 وبعد كده تحت 3 multiply 3 9 plus 4 plus 4 تكون 13. ريف اوف 3 يا مستر اللي هي اللي فوق دي، هي دي اللي فوق اللي هي الماي. طالما بص يا شباب، طالما يا شباب الاف اوف 3 بوزيتيف نوت ايكوال اف اوف 3 نيجاتيف، يبقى الفانكشن دي اصلا مالهاش ايه؟ مالهاش ليميت، مش ليميت، مالهاش ليميت اصلا. اوكي doesn't exist، اوكي مالهاش وجود اصلا، يبقى doesn't ايه؟ doesn't exist. طالما الفانكشن doesn't exist خلاص يبقى ايه؟ not continuous. اوكي طالما الفانكشن doesn't exist او has no limit يبقى ايه؟ على طول discontinuous. اوكي هنا بقى يا شباب بيقول لي discuss the continuity of the function f where f of x of. مستر ما خلاص ما انت قلت لي عشان اجيب ال continuity of the function، هي يعني ايه دي يا شباب؟ ال x not equal 0 not equal 2 يعني يا مستر في كل ال function سواء greater than او less than 2 سواء greater than او less than 2 يعني ايه يا مستر دلوقتي greater than او less than 2؟ بص يا حبيبي هي الفانكشن دي انا دلوقتي لما اجي بجيب الليميت بجيبها عند ال 2 ولما اجيبها بجيبها عند ايه يا مستر؟ tends to 2 او approach to 2 لما بتقترب من ال 2 هل بجيبها عند ال 2؟ هي كده، هو كده، هو احنا بنبحث عن 3 لكن هنا هي واحدة بس اللي هي الايكوال، لكن فوق الأكبر منه وأصغر من 2. ايوه فوق دي الليميت بقى هجيب لها ليميت على طول، دي هجيب لها ليميت على طول. ما انا يا شباب انا عندي ايه؟ انا عندي اف اوف 2، اف اوف 2 بكام هنا؟ 14. من هنا بقى دي هي اللي هي الليميت بتاعتها كلها، اللي هي الليميت بتاعتها كلها اللي هي ايه يا مستر؟ اللي هي هجيبها على طول، هجيبها على طول بالرول اللي عندي، بالرول اللي عندي يا مستر تمام. مش محتاج بقى لجريتر ذان 2 ولا ليس ذان ايه؟ ولا ليس ذان 2، دي ليها ليميت على طول. ليه مستر قال ليه مش محتاج جريتر ذان؟ لان هو بيقول له انا عايز في كل الفاليو اكسبت 2، خلاص بقى كل الفاليو اكسبت 2 سواء جريتر ذان او ليس ذان تمام. يبقى دي اجيب الليميت بتاعتها، يبقى انا اجيب الليميت بتاعتي ليميت اكس تندس تو 2 مش بتو دي بتقترب من 2 اكس باور 7 ماينس 128 اوفر اكس باور 4 ماينس 16. دي يا مستر ايه يا مستر؟ دي سيرا. قول لي يا مستر دي اكس باور 7 يبقى ال 128 كام باور 7؟ ما انت عندك ال 2 اهو اوفر اكس باور 4 وال 16 2 باور 4. كنت بحلها ازاي دي؟ كنت بحلها ازاي يا شباب؟ بعمل 7 اوفر 4 multiply 2 باور 7 ماينس 4 يبقى 7 اوفر 4 الباور ديفايد الباور multiply 2 باور الديفرنس بينهم، يبقى 7 اوفر 4 multiply 2 باور 3 اللي هي 8. ال 8 وال 4 هيكنسلوا بعض اديني 2، يبقى 7 multiply 2 equal 14. ايه ده؟ ده الليميت هي لها ليميت والفاليو بتاعتها بكام؟ ب 14. و f of 2 بكام؟ ب 14 يا مستر، و f of 2 equal also 14. معلش بس هو احنا عملنا ايه في الاول؟ جبت الليميت بتاعت دي تمام؟ السيرم انت ما حضرتش الليسون ده ولا ايه؟ باخد الباور اوفر الباور 7 اوفر 4 وانزل البيس وبعمل الباور ديفرنس. ايوه بس 7 اوفر 4 multiply 2 باور 3 اللي هي multiply 8. لو عملتها بالكالكوليتر هتطلع ب 14. طالما الليمت ايكوال الاف اوف 2 اوكي يبقى كده ايه يا مستر؟ كده الفانكشن دي continuous.
اوكي واضح هنا اهو. الفانكشن دي نوعها ايه يا شباب؟ absolute. هي ابسوليوت اه، بس الابسوليوت لو مش موجود في الدينومينيتور يبقى نوعه ايه؟ هل في روت؟ لا تمام. هل في اكس في الدينومينيتور؟ لا. يبقى الفانكشن دي نوعها ايه؟ بولينوميال. الفانكشن دي نوعها بولينوميال، يبقى هي كونتينيوس ولا لا؟ اه لان كل البولينوميال كونتينيوس. كونتينيوس. يعني ايه يا مستر؟ يعني انا اجيب اف اوف ايه؟ اجيب اف اوف 1 خلاص، هيبقى 1 ماينس 1 بلس 2، 1 ماينس 1 0، 0 بلس 2 هي بولينوميال، وهي يا مستر كونتينيوس. طالما بولينوميال تبقى كونتينيوس يا مستر. بص الفرق بين البروبلم دي تمام، ولو جاب لي مثلا بروبلم زي اللي جايه دي، يبقى ديت يا مستر طالما هي بولينوميال، طالما هي بولينوميال يبقى على طول كونتينيوس، على طول كونتينيوس، مش هعمل حاجه غير ان طالما الفانكشن بولينوميال يبقى على طول كونتينيوس. اوكي بيقول لي هنا بقى عايز اعمل ايه هنا يا شباب؟ الفانكشن دي اشوف الليمت بتاعتها بكام؟ هتطلع بكام الليمت بتاعت الفانكشن دي؟ اعمل ايه؟ اجيبها ازاي الليمت بتاعت الفانكشن دي؟ هعمل ديفايد ب اكس بار 2. ايه؟ مش عارفة صح ولا غلط، بس هعمل ديفايد ب اكس بار 2. نعمل البراكت، هنعمل فاكتورايز تمام؟ انا عندي الزيرو فاكتور اهو اللي تحت اهو اللي هو اكس ماينس 4، يبقى هو هيبقى نفس البراكت اهو ملتبلاي كام؟ ال 2 اكس سكوير عبارة عن ايه؟ اكس و 2 اكس اكس و 2 اكس والساين دي ماينس، تبقى نيجاتيف وايه؟ نيجاتيف وبوزيتيف، وال4 عبارة عن 4 ملتبلاي كام؟ 1 ملتبلاي 1، 4 ملتبلاي 1 اهو، دول هيكنسلوا بعض، دول هيكنسلوا بعض يا مستر. اوكي اوكي يا مستر، بس خلاص يبقى هنا يا مستر هتطلع الفاليو بكام؟ 2 ملتبلاي 4 ايكوال 8، 8 بلس 1 بكام؟ 9، 8 بلس 1 ايكوال 9، 8 بلس 1 ايكوال 9 يا مستر. دلوقتي لو جيت عملت جبت اف اوف 4 عملت اف اوف 4 هتطلع بكام اف اوف 4؟ اعمل دايركت سبستيتيوت كده هتطلع بكام؟ هتطلع بكام من 4؟ 9. ايه؟ five. هتطلع ب5؟ اما تحت هتبقى 4 ماينس 4، تحت هيبقى اصلا 4 ماينس 4 اللي هي 0 اوفر 0، هتطلع 0 اوفر 0، فمش هينفع اصلا. يبقى هنا اهو اف اوف 4 نفسها تمام، هي اصلا ملهاش فاليو عند الفور اهو، اند فاين لو جيت عملت عند الفور هتلاقيها تطلع ايه؟ اعوض كده اهو، هتلاقي في الدينومينيتور في 0، في الدينومينيتور في 0، 2 ملتبلاي 4 سكوير، 4 سكوير اللي هي 2 ملتبلاي 16 ب 36 ماينس 7 ملتبلاي 4 اوكي ماينس 4، يبقى تطلع 0 اوفر 0.
هطلع 0 اوفر 0. لو انا في ليميت، لو انا بس بحل ليميت، بحل ليميت اقدر احلها تمام. طب انا مش بحل ليميت، ده انا عايز اجيب اف اوف 4. لا ده هي يا مستر مالهاش فاليو عند الفور، مالهاش فاليو، هي بتحصل لها ليميت، ليميت تقترب من الفور، تقترب، بس هي قال ليها فاليو عند الفور. لا مالهاش فاليو عند الفور. لو طلعت لي بايه؟ ب 0 اوفر 0، بيقول لي از اندفايند ات اكس ايكوال 4 تمام. يبقى هي ليها يا مستر ليميت عند الفور اوكي، بس مالهاش فاليو عند الفور نفسها، يبقى اندفايند. طب امتى ازاي اعيد تعريفها بقى؟ بص بقى ازاي اعيد تعريفها. انا عرفت ان الليميت بتاعت الفانكشن دي بكام لما جبت لها ليميت، طلعت بكام؟ 9. طلعت ب 9. فلما اجي اعيد تعريفها بص، احط الايه الفانكشن دي، عايز تحطها زي ما هي اوكي، حطها زي ما هي 2x سكوير ماينس 7x ماينس 4x ماينس 4 دي يا مستر. ايه يا مستر؟ لما الاكس نوت ايكوال 4 صح ولا لا؟ مش دي الفاليو لما الاكس نوت ايكوال 4؟ اوكي اوكي يا مستر. والفاليو بتاعتها بكام؟ ب 9. لما تبقى بكام يا مستر؟ لما الاكس ايكوال 4 كده يا مستر. هل هي كونتينوس ولا لا؟ كونتينوس. ليه يا مستر؟ لان الفاليو بتاعت الفانكشن دي بكام؟ الليمت بتاعتها ب 9. ويا مستر لما تكون الاكس ب 4 هتبقى ليها كام؟ بس هي الاكس لما تقف 4 مش بتبقى ب 9. ايه؟ لما الاكس تقف 4 مش بتبقى ب 9. لما الاكس اكبر؟ لا يعني انت حضرتك حطيت رول من عندك ان لما الاكس ب 4 هي تبقى ب 9. ايوه دي انا ضايفها دي. ما هو بيقول لي ايه؟ بيقول لي كان وي ريديفاين، ريديفاين يعني تعيد تعريف الفانكشن دي عشان تبقى كونتينيوس. انت تبقى كونتينيوس، ما هي مالهاش فاليو عند الفور. طب لو هي لها فاليو عند الفور وطلعت ب 9، ما لازم تطلع بنفس الفاليو دي، ما لازم تطلع بنفس الفاليو بتاعت الليمت، لازم تطلع بنفس الفاليو. طب هي طلعت بكام الليمت؟ طلعت ب 9، يبقى لازم عند الاكس الفور تطلع بكام؟ تطلع ب 9. واضحه ولا مش واضحه؟ تمام. يبقى هنا يا شباب بصوا، اول حاجه بيقول لي الفانكشن هي مالهاش فاليو عند الفور. ليه مالهاش فاليو عند الفور؟ هات الاكس ب 4، انا مش هجيب الليمت دلوقتي، مش هجيب الليمت، انا هجيب الاكس ب 4. لما تطلع الاكس ب 4 تطلع 4 اوفر 4، يبقى كده اكيد يا مستر عند الفور ده انا بجيب الليمت بتاعتها بتقترب، بتقترب، تقترب يعني مش هي عند الفور، مش الفور ليها فاليو، ده هي لما بتقترب منها، بتقترب منها من ناحيتين، يبقى بتقرب منين؟ بتقرب من 9، بتقرب من 9. يبقى انا عشان يكون ليها ليمت، يكون سوري ليها تبقى كونتينيوس، تبقى كونتينيوتي اوكي، او تكون كونتينيوس، لازم تبقى ايه؟ تبقى ليها فاليو عند الفور، ليها عند الفاليو فور بكام؟ وتطلع ب 9، وتطلع ب 9. بس يا مستر يبقى الفانكشن اهو ليها فاليو عند الفور وب 9، وهي مالهاش فاليو عند الفور اوكي، ادي الايه الليمت بتاعها، وبرده لو جبت الفاليو بتاعته تطلع ب 9. اوكي بص يا شباب، هنا دي ايه يا شباب؟ دي ابسولوت فانكشن. لو اجي اعيد تعريفها اعرفها ازاي؟ بنعرفها ازاي يا شباب؟ اول حاجه اللي جوه الابسولوت ده بساوي بزيرو، يبقى الاكس ايكوال 2، يبقى الكونديشن بتاعي مره اكس جريتر ذان او ايكوال 2 ومره اكس ليس ذان 2. واضح؟ وطبعا مش هحط جريتر ذان اور ايكوال عشان في هنا ايه؟ ما ينفعش الديمينيتور يكون ب 2، ما ينفعش الاكس هنا تبقى ب 2 لان 2 ماينس 2 تديني 0 تمام؟ يبقى هنا مش هحط ايكوال، هشيل علامه الايكوال دي تمام؟ يبقى هنا اللي جوه دوت هينزل زي ما هو بنفس الساين بتاعته. يبقى لما اجي اعيد تعريف الابسوليوت هيبقى زي ما هو، ومره اغير الساين بتاعته، ومرة غير الساين بتاعته، مظبوط؟ اوكي؟ اوكي، حد عنده مشكلة في دي؟
لا تمام. هو ايه اللي كمان في الشرط اللي انت عندك في ده لما تيجي تشتغل؟ اشتغل في الاكس نوت ايكوال تو، يعني اي حاجه ما عدا الاكس ايكوال تو. تمام يا مستر. يبقى انا اقدر دلوقتي يا مستر لو قلت الاف اوف اكس بقى هتبقى ايه؟ طب لما عندك الاكس اكبر من 2 وعندك الاكس ايكوال 2 وعندك الاكس اقل من 2، الاكس اكبر من 2 من تو يا ماشي مستر مش زيرو. ماشي اوكي. لما الاكس هنا اكبر من 2 هتحط دي مكانها صح؟ يبقى احط، يبقى هنا اكس ماينس 2 اوفر اكس ماينس 2 اي حاجه تفايد نفسها بكام؟ ب1. لما الاكس ب2 بكام الفانكشن؟ زيرو. بزيرو. طب لما الاكس اقل من 2 يا مستر؟ اقل من 2 اهو، دي كانها، بص حبيبي عشان خاطري نكنسل على طول، ما انا قلت اما هتنزل زي ما هي اما هغير الساين، اغير الساين يعني احط قبلها نيجاتيف، احط قبلها نيجاتيف، فنيجاتيف ملتبلاي اكس ماينس 2 اوفر اكس ماينس 2 دول هيروحوا مع بعض هيتبقى لي نيجاتيف 1. تمام؟ واضح؟ تمام. تمام يا شباب. طب هنا اف اوف 2 بوزيتيف بكام؟ وان اكبر من 2 اهو 1، اف اوف 2 نيجاتيف نيجاتيف تمام. هل اف اوف 2 بوزيتيف ايكوال اف اوف 2 نيجاتيف؟ لا لا، يعني الفانكشن مالهاش ايه؟ مالهاش ليميت، مالهاش ليميت. طالما مالهاش ليميت يبقى ما اقدرش اعمل ريديفاين، ما اقدرش اعيد تعريفها. اوكي، هي كده كده نوت كونتينيوس تمام يا مستر، بس ما اقدرش اعيد تعريفها عشان تبقى كونتينيوس. امتى بقدر اعيد تعريفها؟ لو كانت هنا دي 1 ودي 1 تمام هنا زيرو، اه اقول له خلاص يا مستر لو الفانكشن هنا ب1 يبقى خلاص يا مستر هتبقى كونتينيوس، يبقى بعيد تعريفها امتى؟ لما يا مستر الفاليو بتاعت الفانكشن ليها ليميت، ليها ليميت، طالما ليها ليميت اقدر اعمل ريديفينيشن للفانكشن. اوكي واضح تمام يا شباب. يبقى الاكس ماينس 2 اهو عاد تعريفه تمام. طبعا شلت علامه الايكوال هنا الشرط هنا، لما حطيت الجريتر ذان عوضت بايه يا شباب؟ عوضت بالفاليو البوزيتيف، لما حطيت ليس ذان عوضت بالفاليو النيجاتيف، فبوزيتيف اكس ماينس 2 اوفر اكس ماينس 2 ب1، نيجاتيف ملتبلاي اكس ماينس 2 اوفر اكس ماينس 2 تبقى نيجاتيف 1. خلاص يا مستر واحده ب1، طالما اهم حاجه بالنسبه لي الفانكشن ليها ليميت اعرف اعمل ريديفينيشن، الفانكشن مالهاش ليميت مش هعرف اعمل ديفينيشن او ريديفينيشن. اوكي هنا بيجي يقول لي في الاكزامبل ده الفانكشن مالها از ايه؟ continuous at zero. continuous يعني ايه continuous يا شباب؟ يعني f of zero positive equal f of zero negative equal f of a f of zero f of zero صح ولا صح يا مستر؟ no. هات يا مستر f of zero positive، يعني ايه f of zero positive؟ tends to zero from the right اللي هي الاكس اكبر من zero اللي هي دي صح. يعني ايه فوق زيرو نيجاتيف؟ يعني اللي تحت اللي اقل من زيرو. ايه فوق زيرو بوزيتيف بكام؟ ايه فوق زيرو نيجاتيف اسهل لان تبقى دايركت سبستيتيوت. اوكي ايه فوق زيرو نيجاتيف تطلع بكام؟ اشيل كل اكس واحط مكانها زيرو، يبقى اف اوف 0 نيجاتيف هتبقى 3a ماينس 2 اوفر 7 كوزاين 0، كوزاين 0 ب 1
يعني 2 over 7 multiply ب 2 over 7 2 over 7 اوكي. هات يا مستر اف اوف 0 بوزيتيف، يعني دي اللي هي الاكس اكبر من 0 اهو، الاكس اكبر من 0 تمام تمام يا مستر اهو يا مستر. دي هتتحل بايه دي يا شباب؟ هتتحل بايه؟ بالسيرم. هعمل ديفايدد باي ايه يا شباب؟ اكس. وقلت الكوزاين دي بتتحل ازاي؟ الكوزاين الحلوه دي دايركت سبستيتيوت، دايركت سبستيتيوت. فالكوزاين لما اشيل الاكس واحط مكانها زيرو، كوزاين زيرو بكام؟ 1. فخلاص دي كانها مش موجوده، كانها مش موجوده تمام. هعمل فوق وتحت ديفايدد باي اكس عشان تطلع لي ايه؟ السيرم النظريه، زي ما عمل فوق ديفايدد اكس تحت ديفايدد اكس، فيطلع لي فوق اكس اوفر اكس اهو ديفايدد. قلنا يا مستر في الادنج والسبتراكتنج ينفع اعمل ديستريبيوت، احط الاكس هنا وهنا هتبقى ساين 3x اوفر x بلس 10 4x اوفر x و4x اوفر x، x اوفر x 1 تمام. هنا ساين 3x اوفر x، قلنا النظريه بتنزل النمبر اللي قدام الاكس هنا الكوفيشنت على الكوفيشنت تمام، هتطلع ايه؟ هتطلع 3 بلس 10 4x اوفر x ب 4 يعني 1 اوفر 7. واضحه؟ واضح يا شباب؟ تمام. طب ما خلاص يا مستر، ما اف اوف 0 بوزيتيف ايكوال اف اوف 0 نيجاتيف، يعني ده ايكوال ده، هشيل دوت واحط مكانه 1 اوفر 7 تمام، دول ايكوال بعض خلاص، يبقى دوت ايكوال 1 اوفر 7، اودي النيجاتيف 2 اوفر 7 الناحيه الثانيه، يبقى 3 a ايكوال 1 اوفر 7 بلس 2 اوفر 7 3 اوفر 7. طب دي 3 a عايز اكنسل 3، ديفايد 3 هنا وديفايد 3 هنا تمام، يبقى 3 ده هتروح مع 3 دي، يبقى ال a ايكوال 1 اوفر 7. واضح؟ اوكي يا شباب ال a ايكوال 1 اوفر 7. طب يا مستر دلوقتي ما انا عارف f اوف 0 ايكوال f اوف 0 بوزيتيف ايكوال f اوف 0 نيجاتيف، طب ما انا جبت f اوف 0 نيجاتيف بكام؟ ب 1 اوفر 7، او f اوف 0 بوزيتيف ب 1 اوفر 7، يبقى 1 اوفر 7 ايكوال f اوف 0 اللي هي بكام؟ ب 2b. اكنسل ازاي ال 2 دي؟ ديفايد ال 2 هنا، حط ال 2 هنا زي ما حطيتها تحت حطها تحت، ال 2 دي هتروح مع ال 2 دي، يبقى ال b ايكوال 1 اوفر 14، يبقى جبت ال a وجبت ال b. يبقى لما يجي يقول لي الفانكشن مالها continuous، يعني ايه continuous يا مستر؟ يعني f of 0 and 0 positive equal f of 0 negative equal f of 0 بس. واضح؟ اي سؤال؟ اهو بيقول لي الفانكشن is continuous فين يا شباب؟ اهو حلوها معاكم دقيقتين اهو، هات الفاليو بتاعت الاي والفاليو بتاعت البي، اللي يحل يكتب لي على يكتب لي على الشات اهو، معاكم 3 دقايق.
ماشي يا رودي. نشوف بقى، هو بيقول لي هات continuous at x يبقى استنتج على طول. f of 2 equal f of 2 ايه؟ positive equal f of 2 بكام اصلا؟ عند x ب 2 بكام الفانكشن؟ ب 4. f of 2 positive يا مستر يعني ايه؟ يعني شيل x وحط في 2 positive اللي هي اكبر اهو 2 2 باور 2 4 بلس 2a minus 2 واحلها دي يا مستر 4 minus 2 2 هتروح هناك بالنيجاتيف 2 يبقى يا مستر 2 equal 4 minus 2 2 هتروح هناك بنيجاتيف 2 يبقى 4 minus 2 4 minus 2 تطلع 2 equal 2a يبقى الـ a الواحدة بكام؟ ب 1. نفس الكلام اهو، انا عندي يا مستر اشيل ايه واحط 1 يبقى 5 multiply 1 ب 5 plus b multiply 2 equal كام؟ equal 4. انا عندي اهو f of 2 equal f of 2 negative f of 2 بكام؟ ب 4 f of 2 negative 5a plus bx واشيل x واحط مكانها ايه؟ اهو 5a plus bx اللي هي النيجاتيف اهو equal 4. يا مستر الاكس بكام؟ اشيل اكس واحط مكانها 2 واشيل الاي اللي لسه جايبها بحطها مكانها 1 5 multiply 1 ب 5 b multiply 2 2b equal 4 اودي الناحيه الثانيه بالنيجاتيف يبقى 2b equal 4 minus 5 negative 1 يبقى b equal negative 4. واضح؟ حد عنده سؤال؟ طالما هو قال لي continuous يعني بيحل لي المسألة يا مستر، يعني خلاص هو بيقول لي يعني ال positive equal the negative. دي بيقول لي إيه هنا؟ اعمل ايه هنا يا شباب؟ Let's discuss continue. اجيب اف اوف ايه يا مستر؟ اجيب اف اوف 2. تمام بس اعمل ايه يا مستر؟ اعمل ري ديفينيشن. هو دي يا شباب لما اجي اعملها ديفينيشن عايز تعرفها هتبقى ايه؟ طالما الاكس هو اداني الشرط بيقول عرف الاكس اكبر من 2 يبقى اعرفها بالبوزيتيف ولا بالنيجاتيف؟ بالبوزيتيف. ما انا لما اجي اعد تعريف دي يا مستر الاكس ماينس 3 اعد تعريفها ايه يا مستر؟ هتيجي تقول لي يا مستر هي عباره عن تمام اما اكس ماينس 3 اما اكس ايه؟ اكس بلس 3 سوري x ماينس 3 اما x ماينس 3 بس قبلها ايه؟ بس قبلها الساين اللي هي ايه؟ الساين النيجاتيف. الساين اللي هي النيجاتيف. انا لو جبت هنا مستر f of 2 بوزيتيف هتطلع ايه f of 2 بوزيتيف؟ تطلع بكام؟ اعوض في الاكس ماينس 3 الاكس ماينس 3 هتبقى اكس ماينس 3 انا هشتغل على البوزيتيف بتاعتها اللي هي اكس ماينس 3 اللي هي 2 ماينس 3 نيجاتيف 1 اف اوف 2 نيجاتيف هشتغل على اللي فين؟ هشتغل على اللي فوق 2 سكوير 4 ماينس 2 ملتبلاي 2 يبقى ماينس 4 بلس 2 يبقى 4 ماينس 4 0 هتبقى لي 2. طب خلاص طالما f of 2 positive not equal f of 2 negative يبقى ايه؟
نفس الكلام اجيبه فوق في 3. اف اوف 3 بوزيتيف يا مستر، بوزيتيف تحت اهو، هتطلع 3 ماينس 3 اللي هي 0. طيب اف اوف 3 نيجاتيف، هتطلع ايه يا مستر؟ اللي هي المفروض اقل من 3، ده كونديشن اقل من 3 اللي هي 3 سكوير ب 9. نغير الكونديشن، 9 ماينس 2 ملتبلاي 3 6 بلس 2 يبقى تطلع ب 1. يبقى ديت هي 2 ماينس 6 سوري 3، 3 بلس 2 يكوال 5. يبقى اف اوف 3 بوزيتيف نوت ايكوال اف اوف 3 نيجاتيف، يبقى نوت ايه؟ نوت كونتينيوس. واضح يا شباب؟ تمام. انت عندك اي سؤال؟ لا تمام. اوكي، بيقول لي هنا ريديفاين the function f of x equal 4 cosine x over pi minus 2 x to become continuous at x equal pi over 2. تمام شباب، نشوف دي بقى يا شباب. طبعا اللي لسه قايله من شويه، انا هجيب الليمت بتاعت الفانكشن دي، هجيب الليمت بتاعت الفانكشن دي. هي الفانكشن دي يا شباب انا قلت لازم اخلي الانجل دي زي الانجل دي. اهو لو انا عندي ليمت الاكس تندس تو عايزها باي اوفر 2، تمام مستر، 4 كوزاين اكس اوفر باي ماينس 2 اكس. بص حلو، انا عايز اخلي الانجل اللي فوق دي تبقى باي ماينس 2 اكس. تمام يا مستر. اول حاجه يا مستر، الباي ماينس 2 اكس دي لو خدت ال 2 كومن هتبقى ايه الانجل دي؟ تبقى الانجل دي اسمها ايه؟ لما اخد ال 2 كومن هتبقى يعني ايه خدت 2 كمان؟ عشان لقيت فوق اكس وتحت لازم يبقى زي اكس، ما ينفعش يبقى تحت 2 اكس وفوق اكس. تمام، انا اهم حاجه اللي قدام الكوزاين، اللي قدام الكوزاين اكس يبقى تحت برضه لازم يبقى اكس. طب هنا يا مستر اخد ال 2 كمان اللي موجوده هنا، هتبقى لي ايه؟ باي اوفر 2 ماينس اكس. كده انا عملت حاجه؟ لا تمام، غيرتش حاجه يا مستر. اوكي، طب يا شباب لو دلوقتي الساين باي اوفر 2 ماينس اكس ايكوال الساين باي اوفر 2 اوفر اكس ايكوال ايه؟ قلنا الباي اوفر 2 يعني 90، 90 بتعمل ايه للساين؟ تقلبها تخليها ايه؟ كوزاين. يعني اقدر اشيل الكوزاين اكس دي واحط مكانها ايه؟ ساين باي اوفر 2 ماينس اكس. يبقى دي كانها طلعت اهو 4 ملتبلاي ساين باي over 2 minus x. ده divided ايه يا مستر؟ قولوا دوت divided، دوت يا مستر اللي في الدينومينيتور ده حولته لايه؟ 2 multiply by over 2 minus x، عشان يبقى sin الانجل divided نفس الانجل، بيطلع بكام ده؟ sin باي اوفر 2 ماينس اكس اوفر باي اوفر 2 ماينس اكس، باخد الكوفيشنت، الكوفيشنت هنا 1، يبقى هنا 1 اوفر 1 بي يا مستر ب 1، هيطلع لي اتبقى لي 4 اوفر 2، يبقى الرضا تطلع 4 اوفر 2 اللي هي ايكوال 2. يبقى هنا يا مستر الفانكشن دي طلعت بكام؟ طلعت ب 2. يبقى لما اجي اعيد تعريفها هتيجي تقول لي الاف اوف اكس اهو ايكوال 4 كوزاين اكس اوفر باي ماينس 2 اكس، لما تكون الاكس تمام not equal by over 2، ولما تكون ال x equal by over 2 الفانكشن تطلع بكام؟ تطلع ب 2. تطلع ب 2. تاني يا مستر ازاي حليت دي؟ 4 كوزاين x over by minus 2 x،
بدل 4 باي ماينس 2 اكس، لو جايبها لي 2 اكس ماينس باي، عايز اجيب ليميت لما الاكس تندس 2 باي اوفر 2. بص المساله دي يا شباب، اولا انا ما عنديش حاجه اسمها اكس ماينس 90، تمام؟ انا بجيب اما 90 ماينس اكس، 180 ماينس اكس، تمام؟ واجيب الانجل الساين بتاعتها او كوزاين، يبقى ما فيش حاجه اسمها 2 اكس ماينس 90 ماينس باي. يبقى خليها اول حاجه ايه دي اللي في الديمينيتور، باي ماينس 2 اكس. طب طالما شقلبت بدلت ما بكام بعض، يبقى احط قبلهم ايه؟ حط قبلهم ايه؟ نيجاتيف. طب يا مستر لقيت الانجل اللي فوق اسمها اكس والانجل اللي تحت اسمها 2 اكس، ما ينفعش. لازم طالما الانجل اللي فوق اسمها اكس، الانجل اللي تحت تبقى برضه اسمها ايه؟ تبقى برضه الانجل اللي تحت اسمها اكس يا مستر. خلاص يا مستر. طب ازاي هتبقى اسمها اكس يا مستر؟ هاخد ال 2 كومن. يعني ايه 2 كومن؟ يعني تعمل كل واحده من دول ديفايد 2، يبقى باي اوفر 2 ماينس 2 اوفر 2 يروحوا مع بعض، يبقى ماينس 6. اوكي اوكي يا مستر، تمام. يبقى مستر في الدينوميتور بقى كده اهو نيجاتيف 2 90 ماينس اكس، ما باي اوفر 2 اللي هي 90، 90 ماينس ايه؟ ماينس اكس. طيب يا مستر الكوزاين اكس دي يا مستر، ما انت قلت لي الكوزاين اكس ما بتجيش غير لو اما 1 ماينس كوزاين اكس اوفر اكس اللي هي بزيرو، ودي مش هقدر اعملها. طب اقدر اقول ايه يا مستر؟ اقدر اقول ان انا عندي عارف ان الساين باي اوفر 2 ماينس اكس هي ايه؟ الكوزاين اكس. يعني اقدر اشيل الكوزاين اكس واحط مكانها ساين باي اوفر 2، يعني كانها 4 ملتبلاي ساين باي اوفر 2 ماينس اكس. ده سيرم ساين انجل على نفس الانجل ايكوال 1، وقبلها في 4 اوفر نيجاتيف 2 اللي هي نيجاتيف 2، يبقى نيجاتيف 2 ملتبلاي 1 ايكوال نيجاتيف 2. تمام، بس المساله بتاعتنا فيها باي ماينس 2 اكس، فبالتالي ما فيهاش النيجاتيف دي، ما فيهاش النيجاتيف دي. اوكي، يعني تطلع ب 2. فخلاص الفاليو دي طلعت ب 2، كتبت 2 هنا اهو كان عملت ريديفاين الايه الفانكشن. تمام يا شباب، واضح؟ تمام. ازاي بقى بشوف الكونتينيتي للفانكشن في الانترفال؟ ازاي بقى بشوف في الانترفال؟ بصوا يا شباب، خلوها الحصه الجايه عشان الموضوع هيبقى، خد الحصه الجايه احسن خلاص عشان الموضوع ما يعملش، عشان ده ايه دي ما تعبكش، عشان لسه هتكلم على الساين والكوزاين والحاجات كتير يعني. تمام، اي سؤال؟ حد عنده اي سؤال؟ الحصه الجايه احللكم الامتحان وناخد الجزء الباقي ده ان شاء الله، وانا هبعت لكم الموديل انسر بتاع الامتحان ان شاء الله، وابعت لكم الدرجات بتاعتكم ان شاء الله النهارده باذن الله. تمام، ممكن بس مستر تبعت ريكورد الحصتين اللي فاتوا؟ ماشي، انا هنزلهم دلوقتي، انا ماشي هحاول انزلهم لكم، هنزلهم لكم النهارده ان شاء الله، هنزل لكم كل الحصص انتوا بتوع العربي باذن الله. تمام، بس بالليل لو ما بعتهمش كلميني، بس انا بفكرين على الساعه 10 كده يكون خلصت ان شاء الله، هسيبهم يتحملوا. ماشي ماشي، مع السلامه. السلام عليكم.